صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. زوال السماء والأرض أسهل من سقوط نقطة واحدة من الشريعة. أنبياء وملوك كثيرون تمنوا أن يروا ما ترونه ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يقدروا. فماذا نفعل؟ ماذا تقول الشريعة؟ كيف تفهمها؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك، وتحب قريبك مثل نفسك. أحسنت، أعمل بهذا فتحيا. أحب أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، صلوا لأجل المسيئين إليكم. من ضربك على خدك الأيسر فعرض له الآخر أيضا، ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك. كل من سألك أعطه، ومن أخذ مالك فلا تطالبه به. افعلوا بالغير ما ترجونه أنتم منهم. إن أحببتم الذين يحبونكم فقط فأي فضل لكم، لأن الخطاة يفعلون هذا أيضا، لأن الخطاة يفعلون هذا أيضا. وإن أحسنتم للذين يحسنون إليكم فقط فأي فضل لكم، حتى الخطاة يفعلون هذا. أحب أعداءكم، أحسن لهم، أقرضوا ولا ترجو شيئا، فيكون لكم أجر عظيم وتكون بني الله العلي، فأنه منعم على الشاكرين والأشرار. فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. لا تحكموا فلا يحكم عليكم، لا تدينوا فلا تدانوا أنتم. اغفروا يغفر لكم. لا تهتموا في معيشتكم بما تأكلون ولا بما تلبسون، فالحياة أكثر من مجرد طعام، والجسد أكثر من مجرد لباس. انظروا إلى الطيور، لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع في مخازن، لكن الله يعطيكم. فكم أنتم أفضل جدا من الطيور. كان لمداين مديونان، أحدهما بخمسمائة والثاني بخمسين، وإذ لم يمكنهما سداد الدين سامحهما، فمن منهما سيحبه أكثر؟ الذي سامحه بالدين الأكبر على ما أظن. صحيح. أترى هذه المرأة؟ لقد دخلت بيتك وما أن لم تعطني لغسل رجلي، أما هي فغسلت رجلي بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها قبلة لم تقبلني، أما هي فما كفت عن تقبيل رجلي بزيت لم تدهن أنت رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، ومن يغفر له قليلا يحب قليلا. من يضع يده على المحراث ويلتفت للوراء لا يصلح لملكوت الله. من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته سيخسرها، ومن ينفقها لأجلي سيربحها. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لأن من استحى بي وبكلامي سأستحي أنا به يوم أجيء في مجدي ومجد الآب والملائكة القديسين.
الزارع ليزرع أرضها، وفيما هو يزرع سقطت بذور على الطريق فدستها الأقدام وأكلتها طيور السماء، وسقط بعضها على الصخر فلما نبتت جفت لأنها لم تجد ماء، وسقط بعضها وسط الشوك فنبت معها الشوك وخنقها، وسقط بعضها في الأرض الجيدة ولما نبتت أثمرت كل حبة مائة ضعف. يا معلم، لماذا تكلم الناس دائما بالأمثال؟ أريد لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لأنهم ينظرون ولا يبصرون ويسمعون ولا يفهمون.